لقاء وموعد مع المشاهير، والنهارده معنا نموذج مشرف وخبيرة الطهي الشيف هالة فهمي. ايه ده انت بتصوري؟ باي باي، مع السلامة. مع السلامة. كلميني عن شيكتك يا شيف هالة. شيكتي انا؟ الفستان القمر ده؟ فستان القمر ده يا جماعة من وجه القمر، بصوا الجمال، شايفين الشياكة والشتا بقى وجمال الشتا. بصوا الفستان عامل ازاي، شياكة وحشمة وألاجة، وفي نفس الوقت مريح جدا جدا. بشكر وجه القمر، وهسيب لكم اللينك بتاع اللي كلنا طبعا عارفينها، احد اشهر شيفات الطهي في مصر والعالم العربي، ونموذج مشرف ومتألق في فنون الطهي، ويتعلم منها الكثير من ستات البيوت وأصحاب القنوات على منصة السوشيال ميديا، والذي يتابعها أكثر من 3 مليون متابع على الفيسبوك، وما يقرب من 2 مليون مشترك على قناتها باليوتيوب، لما تقدمه من فنون في الطهي والشرح المبسط الجميل. وفي إحدى الحوارات النادرة للشيف هالة فهمي بجريدة الشرق الأوسط، قالت أنها لم يكن لها أي سابق خبرة في مجال الطهي، فقد كانت تهتم منذ طفولتها بدراستها والتفوق الدراسي فقط، إلا حينما تزوجت واضطرت لمواجهة الأمر الواقع، وبعد مرور أسبوع قررت أن تعمل طبخة المحشي لزوجها على طرق أمهاتنا، الطرق القديمة، فاكتشفت أنها حصلت على ما يشبه المهلبية، ولكن لم تستسلم للفشل، وقررت أن تتعلم وتزداد خبرة في فن الطهي. ومن هنا بدأت في مشوارها، فقرأت في مجموعة كبيرة من الكتب المتخصصة في فنون الطهي والمطبخ حول العالم، وحصلت على بعض الكورسات، ومن يومها تتحول لأشطر طاهية في العائلة، وشيف محترفة على التلفزيون المصري، وكانت تتابع برنامج الشيف أسامة السيد عبر شرحه الهادئ في تقديم الأكلات. تم تكريمها من جريدة وشوشة. أحمد الحواري، بجد بشكر أستاذ علاء الجهدي، بشكر كل جمهوري الحبيب اللي معايا لايف دلوقتي، بشكركم على طول مسنديني على طول في ظهري. الجائزة دي ليكم أنتم، أنتم اللي تستحقوها مش أنا، ويا رب دايما دايما مع بعض. في الحفل السنوي، وحصلت على جائزة أفضل برنامج طهي عام 2021 عن برنامج مطبخ هالة على قناة النهار، حتى جاءت لها الفرصة في تقديم على التلفزيون المصري عن طريق أحد المعارف، صدفة جعلتها تخوض التجربة، فنجحت في الاختبارات وبدأت رحلة حياتها في قناة بانوراما فود، وبعدها إلى قنوات صدى البلد وقناة تي إن، ونجحت في تقديم برنامج البلد يوكل وبيت العائلة وسفرة وطبلية، وآخرهم مطبخ هالة التي تقدمه على قناة النهار. عقبالكم جميعا إخواتنا الغاليين، ونموذج يحتذى به الشيف هالة فهمي، ونتمنى أن تكونوا جميعا مثل الشيف هالة فهمي. شكرا لكم.